لا شك أنك سمعت الناس تتكلم عن الصراخ. هو ليس مجرد كلام يقوله البعض، لكنه مصطلح موجود فعلا. كالعادة اليوم سنوضح بمنطلق علمي ومحايد تعريف الصراخ، لكن أولا شاهد حلقة النشاز لأننا سنتكلم عنه كثيرا في هذا الفيديو. يا أدمن بدون مقدمات أخبرنا ما هو الصراخ. الصراخ بدون مقدمات هو إصابة الجواب بدون دعم الصوت. طبعا لم تفهم أي شيء، لذلك أقول دائما أن التعريف بدون سياق وبدون أمثلة لن تستطيع استيعابه. الهدف من القناة هو تبسيط المفاهيم وفهم تفاصيلها حتى لمن لا يعرف أي شيء عن الموسيقى. الآن صبرا جميلا ودعني أقوم بالأمور على طريقتي. سنعود إلى الزمن الجميل لنفهم ما يعتقد العرب أنه الصراخ وما هو الصراخ فعلا. لاحظت في فترة الزمن الجميل أن العرب يحبون الصوت الغليظ الرخيم والعريض، ولا يحبون الصوت النسائي العالي والحاد. لذلك الأغلبية الساحقة من مطربات الزمن الجميل تصنفهن ميدزو أو ألتو. وما هو الميدزو أو الألتو يا أدمن؟ لا تسألني عن معناها، فقد تكلمنا عن الفئات الصوتية النسائية في فيديو سابق. وربما أخف صوت في تلك الفترة هي وردة الجزائرية التي كذلك تعتبر ميدزو، ليريك ميدزو بالتحديد. أصوات السوبرانو إلا خلال فترة الثمانينات والتسعينات بظهور ميادة الحناوي، ماجد الرومي، أصالة وذكرى وغيرهم طبعا. المجتمع العربي ككل في تلك الفترة بدأ يتغير. ما علاقة هذا بالصراخ يا أدمن؟ العرب يعتبرون كل جواب عالي من طرف مطربة صراخ، خاصة في تلك الفترة. صوت الميدزو العريض عندما يغني الجواب لا يكون بنفس الحدة التي يغني بها صوت السوبرانو الحاد. لذلك في رأيي الخاص كان العرب يفضلون الصوت العريض والرخيم. ميادة فيها صوت، ميادة فيها صوت، ميادة شكل حلو جميل، سورية ظريفة، بس شكت ما قلم كده. إنما البنت البنت اللي هي من قبيلة الفيروزية اسمها مجد الرومي، أنا رأيي إنها شيء نايس، وأنا رأيي إنها صوتها ظريف. ومع ذلك كانت أم كلثوم وفيروز وكذلك وردة يتعرضن لانتقادات كثيرة بسبب غنائهن درجات عالية. طيب لماذا هذا الدرس في التاريخ يا أدمن؟ كل هذا لأقول لك أن العرب يعتبرون كل غناء لدرجات عالية صراخ، وطبعا هذا ليس هو التعريف الصحيح للصراخ، لذلك حان الوقت لنصحح بعض المفاهيم. الصراخ هو غناء درجات موسيقية عالية لكن بدون دعم الصوت، أي أن المطرب يحاول الوصول إلى هذه الدرجات بطريقة غير صحيحة وغير صحية. ما هو دعم الصوت يا أدمن؟ دعم الصوت هذا تقريبا مصطلح لا أحد يتكلم عنه في العالم العربي. كثيرون يغنون بالفطرة ويعتقدون أن الصوت يخرج من الحنجرة فقط. للأسف الغناء أكثر تعقيدا من ذلك. الغناء هو التحكم بالهواء الذي يمر من الحنجرة، واحتكاك الهواء بالحبال الصوتية هو ما يولد الصوت.
كلما كان التحكم أفضل كان الصوت الناتج أفضل وأقوى وأجمل. طبعا هذا التحكم في النفس يتم بفضل عضو يسمى الحجاب الحاجز. الحجاب الحاجز هو عضو يقع أسفل الرئتين يساعد في الاستنشاق والاستنثار. دعم الصوت هو التحكم المطلق في عملية الاستنثار، وهذا طبعا يحتاج لمدرب وتمارين صوتية والكثير من التدريب والمثابرة. دعم الصوت هو أحد أهم ركائز التكنيك. مرة أخرى يا أدمن، التكنيك مرة أخرى يا أدمن، متى ستشرح هذا المصطلح؟ للأسف تكنيك الصوت مصطلح شامل ومعقد، ستجده في جميع فيديوهات القناة نظرا لارتباطه بكل شيء. وهذه مشكلة سلسلة أصول الغناء، يصعب ترتيب الحلقات وتقسيمها بشكل ممتاز لأن كل المصطلحات مترابطة فيما بينها. لذلك فعل الجرس ليصلك كل جديد وشاهد الحلقات السابقة لتكتمل لديك الصورة. لكن باختصار، التكنيك هو مجموعة تقنيات المعتمدة في الغناء وعددها كبير جدا، من أهمها دعم الصوت الذي لم تكن تقوم به بشكل صحيح ستقع في الصراخ. طيب يا أدمن، ما علاقة الصراخ بالنشاز؟ ألم تقول أن الصراخ ابن عم النشاز في حلقة النشاز؟ نعم، الصراخ مرتبط بالنشاز فعلا، لكن في نفس الوقت الصراخ لا يلازم النشاز. ماذا قلنا عن النشاز؟ هو الصوت المزعج الناتج عن عدم إصابة الدرجة الموسيقية الصحيحة. قد يكون النشاز في الجواب كما في القرار، وقد يكون في درجة موسيقية سهلة وبسيطة. وضوح الشمس في نهار جميل واضح وباين، وضوح الشمس في نهار جميل واضح وباين، وعلاش كذبني وعلاش. الصراخ هو عدم دعم الصوت في درجة موسيقية عالية. الصراخ مرتبط بالجواب دائما عكس النشاز. قد تصيب درجة عالية، أي أنك لم تنشز لكنك صرخت لتصل إليها. في هذه الحالة هناك صراخ لكن لا يوجد نشاز. أما إذا اجتمع النشاز مع الصراخ فيا عيني الأمور طيبة. يمكن تستغربي طيب يا أدمن، كل المقاطع التي قدمتها تبدو لي كالصراخ، فكيف أميز الصراخ؟ عندما يصيب المطرب درجة عالية بتكنيك جيد ستلاحظ أن صوته في هذه النوتة واضح وممتلئ. ستلاحظ أيضا صدى وقوة ورن ومرونة، كلها تدل على الدعم الصوتي الجيد. إذا توفرت الأريحية فالتكنيك ممتاز. هذه المعايير، وكان المطرب يضغط على صوته بدون أي تحكم وكأن حنجرته ستنفجر، فهذا صراخ. هل من المحتمل أن المطربين يقومون بهذا الصراخ عن قصد؟ خلال فترة استعباد السود في أمريكا، درس في التاريخ، اخترع الأمريكيون السود نوعا غنائيا مميزا مستلهما من الموسيقى الأفريقية وترانيم الكنيسة. هذا المزيج شكل ما يسمى بالغوسبل. كانوا يغنون خلال فترات الأعمال الشاقة للترويح عن أنفسهم والتعبير عن معاناتهم، لهذا كانوا يصرخون كثيرا في غنائهم. هذه الصرخات هي صرخات الألم. ليدخل الصراخ في ألوان موسيقية مستلهمة من الغوسبل كالسول ميوزك والروك ميوزك.
مطربات السول الحقيقيات لا يصرخن في الحقيقة، لأنهن يدعمن أصواتهن بشكل ممتاز في درجات عالية جدا، يبدو لنا كأنه صراخ لكنه ليس كذلك. بينما في الروك، مطربي الروك يصرخون صراخا حقيقيا فعليا، لأن هذه البحة والصراخ هي ما تميز الروك، لكن ما يقومون به خطير جدا وغير صحي أبدا. الصراخ قد يستعمل لأهداف فنية كتعبير عن حالة الألم والمعاناة، وهذا سبب صرخة أنغام في أغنية أكتب لك تعهد، الصرخة التي جلبت موجة من السخرية والانتقادات على أنغام. أكتب لك تعهد هي في الحقيقة أغنية رائعة وموضوع عبقري. الأغنية تتكلم عن سيدة في حالة ضعف وانهزام لدرجة أنها مستعدة لتوقع لصالح زوجها المستبد بأنها لن ترتبط بأي شخص آخر بعده مقابل أن يمنحها حريتها. أنغام تقدم أكتب لك تعهد بمستوى عالي جدا من الأداء التعبيري والتمثيلي، وكأنه مشهد سينمائي من فيلم وليس أغنية. أنا لو هكمل حياتي بيك من غير ما يجي الموت هموت. ولهذا الصرخة التي تقوم بها أنغام في آخر الأغنية مهمة لاكتمال المشهد، حتى أن هناك قبل الصرخة سولو لآلة الجيتار الكهربائي إلكتريك جيتار، وهي الآلة التي تميز لون الروك. أحترم الفكرة وأقدرها لأبعد حدود، ولكن كنت أتمنى لو أنغام تدربت أكثر على دعم صوتها في الجواب العالي في الأغنية، حتى يكون هذا الجواب أقوى ومدعما بشكل أفضل وصحي أيضا بالنسبة لصوتها تماما كما طبعا أنا هنا أتكلم عن النشاز الطفيف والخفيف في هفوات معينة، بينما الصراخ ليس الجميع يقع فيه. هناك مطربون من مستوى عالي جدا من الذكاء أو التكنيك، شخصيا لم أسمع لهم أي لحظة صراخ طوال مسيرتهم الفنية. ما قصدك بالذكاء يا أدمن؟ هنا أخص بالقول المطربين الذين يحترمون مساحتهم الصوتية. نجاة الصغيرة مثلا لن تجد لها مقطعا واحدا وهي تصرخ، تعرف مساحتها وتبدع فيها. لن أعود مع السيدة نجاة في حلقة المساحة. تركت له يدي لتنام كالعصفور بين يدي. هناك مطربون يصرخون لكن ليس دائما، وهنا لا يمكنني ألا أذكر أصالة باعتبارها إحدى أولى المتهمات بالصراخ.
ما سبب صراخ أصالة يا أدمن؟ هل من ضعف التكنيك؟ ضعف التكنيك هو أول وأهم سبب للصراخ، لكن لا يمكنني أن أقول أن مطربا يقدم أداء كهذا لا يمتلك تكنيك صوت جيد. أولا أريد أن أوضح أني من معجبي أصالة، وربما هي أكثر مطربة ذكرت اسمها وقدمت مقاطع لها في القناة، لكن انتقادي الوحيد لها هي المزاجية في الغناء. أصالة مطربة مزاجية جدا، وأعتقد أن جمهورها يعرفون هذا جيدا، وقد اعترفت بهذا الأمر بنفسها. أصالة ذات شخصية اندفاعية، وشخصيتها تظهر وتؤثر في أدائها، وقالت أيضا أن جودة أدائها مرتبطة بتفاعل الجمهور. الشيء اللي بيخليني غني حلو هن اثنين، الناس لما بتكون بتسمعني وبحس فيها أنه هن يعني هن من 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 عشاق صوتي، وفرقتي لما بتكون مرتاحة ومبسوطة وبتعزف معي بهيدي الراحة اللي أنا على طول بحاول أني أمنحهم إياها على المسرح، كتير بكون سعيدة وبغني بأجمل حالاتي. ماذا تقصد بمزاجية واندفاعية يا أدمن؟ أصالة تغني بمزاجها، إن كانت في مزاج جيد ستغني بإبداع ما بعده إبداع، وأحيانا في مزاج غير جيد أو حماس زائد تصرخ وتغني بدون تركيز وكأنها نسيت التكنيك في البيت. المطرب المحترف يجب أن لا يدع أي شيء يؤثر في أدائه. أصالة ليست الوحيدة، فهناك عدد من المطربين الذين يصرخون أحيانا ويدعمون أصواتهم أحيانا أخرى في نفس الأغنية ونفس النوطة الموسيقية كذلك. لدي سؤال غريب يا أدمن، هل تفضل أن يقع المطرب في النشاز أو الصراخ؟ هو فعلا سؤال غريب لكنه جميل. شخصيا أتفهم النشاز إن كان يحدث من حين لآخر، لكن الصراخ لا يغتفر، لأن الصراخ مزعج وخطير جدا على الصوت، وهناك من خسروا أصواتهم بسبب الصراخ. سنتكلم أكثر عن هذا في حلقة التكنيك. يكفي يا أدمن، نريد حلقة عن التكنيك وعن المساحة الصوتية كذلك. طيب اترك لايك واشتراك، واخبروني في التعليقات ما هو الموضوع الذي تريدونه في الحلقة القادمة.